ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الجوزاء ليوم الثلاث 5 ابريل نيسان 2022. غالبا الحاجات اللي بتظهر قدامك في الوقت الحالي ده في المكان والزمان المناسب ليها بالظبط اللي المفروض تحصل فيه، وده طبعا هيخليك النهارده تحصل على تقدير اشخاص كتيرين جدا جدا من الاشخاص اللي حواليك، واللي بيتمنوا ليك الخير النهارده بيقدروك كتير جدا جدا في الحاجات اللي انت بتعملها واللي بتوصل ليها دي، خاصة لو كنت النهاردة بتعمل إعدادات علشان تقيم حفلة عشاء حتى لطيفة ليكم كلكم مع بعض النهاردة بتقدير كبير جدا جدا، حتى ممكن تكون بتعملها في فندق خاص ليكم كلكم أو حتى في منطقة تبقى خارج المدينة في الطبيعة أكتر، في مكان هيبقى مريح أكتر للأعصاب ليكم كلكم. لكن بنصحك انك ما تكونش مندفع زيادة عن اللزوم، حاول انك تبقى حذر اكتر، خاصة لما انت بتاخد اي نوع من انواع القرارات النهاردة في يومك ده، علشان ما تقعش في خطأ ممكن يبقى بيخسرك كتير جدا بعد كده. خليك حذر اكتر في قراراتك علشان تبقى قدها ودود. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، الأمور بينك وبين شريكك في خطها المستقيم بشكل كبير جدا جدا، وده طبعا حلو جدا بالنسبة ليك، وهيحصل من خلاله انتظار فسحة فيها أمل كبير لتعزيز العلاقات ما بينكم وتعزيز الروابط النهاردة وتمتينها بشكل كبير، علشان توصل من خلالها الأسس تبقى ثابتة أكتر، يبقى فيها كل الحاجات اللي انت بتتمنى انك توصل ليها وبتتمنى انك تاخدها النهاردة. بالنسبة ليك مهنيا في يومك ده، اليوم هيبقى مناسب لو حبيت انك تلاحق شوية اعمال ممكن تكون بتظهر في طريقك النهاردة، وشوية اتصالات حتى لو كانت مهمة في يومك ده هتكون بتلاحقها بشكل كبير وهتظهر من خلالها شجاعة هتبقى مهمة جدا جدا وكبيرة ليك في الفترة دي، وهيبقى معاك قدرة كبيرة علشان تتكيف تكيف جميل وتكيف يبقى مناسب جدا ليك في الفترة دي. بالنسبة ليك صحيح النهاردة، بنصحك انك تحاول انك تستريح وتهتم اكتر بكل شؤونك اللي فيها اكتر فعالية من العادة في الفترة دي، وهتبقى حتى ضرورية لكل الحاجات اللي ممكن تكون بترهقك وبترهق نفسك بشكل كبير وحتى بترهق طاقتك في الفترة دي، فخليك حذر اكتر علشان تعرف تستريح وتعرف تهتم بنفسك اكتر وبكل شؤونك في الفترة دي. بالنسبة ليك، بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيدخل كوكب الزهرة لبرج الحوت في اليوم ده، وهيمر لحد اليوم الثاني من شهر مايو، وهيجلب لنا العبور ده طاقة حلوة جدا جدا في بعض الأحيان علشان نهرب لحياتنا النهاردة، وخاصة تفاعلاتنا وعلاقاتنا في الفترة دي. كوكب الزهرة في الحوت هيبقى رقيق وحنون جدا جدا جدا، على الرغم من صعوبة الوصول ليه النهاردة هيكون في شوق كبير جدا بيصعب حتى الوصول ليه وتحديدا إرضائه. الحدود النهاردة هتبقى ضبابية بشكل كبير، خاصة تحت التأثير ده ممكن انه يتضمن جانب فيه ظل كبير جدا من المواقف دي اللي هيبقى فيها مراوغة وتجنب ليه حاجات كتيرة ممكن تكون بتحصل النهاردة. خلاف الموضوع ده هيكون في الوقت مناسب علشان تزيد التعاطف النهاردة والتفاهم مع كل الاشخاص اللي حواليك، وهنكون بننفتح اذهاننا النهاردة بشكل كبير على كل الملذات اللي ممكن تبقى قدامنا في تسلية هتبقى مختلفة بشكل كبير، خاصة في الاسابيع اللي جاية قدامنا النهاردة. بيض القمر في برج يومه في برج الجوزاء النهاردة، وهيبقينا على اطلاع بأصابعنا وقدمنا بشكل كبير جدا جدا وعقلي. هيشجعنا القمر الجوزاء النهاردة على اننا نتنوع ونخرج اجهزة جديدة من الاستشعار عندنا ونلتقط من خلالها افكار جديدة ونصايح مختلفة وجديدة. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.